من امبارح والنهارده عمال اسال سؤال واحد، هو الفيديو اتشهر ليه يعني؟ الفيديو اتشهر عشان اسامه بيتكلم وهو عريان، ولا بيتشهر عشان خاطر الكلام اللي قاله اسامه؟ ما هو الكلام اللي قاله اسامه عبيط، انما هو عريان في ناس ضحكت عليه وقالت له بص هو الغنيم عامل الموضوع ده وركب ترندات كتير، بس الفكره كلها يا ابني الناس كانت مستنيه هو الغنيم وتسمعه وتشوف هو هيقول ايه، انما الفكره مش اي واحد يطلع عملته يعمل فيديو يا بابا يبقى لازم يتشير ويوصل ترند، وقال الغنيم عمل كده عشان هو بره مصر، انت عملت كده جوه مصر هتتنفخ. وبعدين طالما انت عامل ذكر وطلعت تتكلم ازاي طلعت تقول ان فيديو مرتبط بفبرك مش راكبه؟ والله ما راكبه. يعني عايز تعمل ذكر وتعمل ان انت بتتكلم في الحقيقه اللي الناس بتخاف تتكلم فيها، قول ان فيديو مرتبط حقيقي ومحدش هيحاسبه، وغير كده ما صدقكش انا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بما انك قاعد انا وانت وكلنا في الواقع الافتراضي اللي احنا بنتفرج عليه في مصر، ان احنا بنتفرج على سخونيه بره الملعب اكتر من جوه الملعب، كل يوم نلاقي باراشوتات نزلت علينا من حيث لا ندري. يعني مثلا واحد زي كابتن اسامه حسن ده لاعب في الزمالك، على فكره لاعب في الزمالك بجد والله، انا عارف ان انت مش عارف هو كان موجود في انهي فرقه فاشله من الفرق اللي كانت موجوده كتير قوي من 2005 لحد 2011، بس انت قاعد تسال نفسك اكيد كان وسطيهم. طب قعد كام موسم؟ هو غالبا قعد موسم واحد او قعد موسم ورحل، يعني زي الشهيد علي فتحي. بس يعني الراجل بما ان المنتاليتي بتاعته عاليه فما لقاش اي حته يشتغل فيها بشخصيته وبدماغه الا ما كان يعرض فيه مرتضى منصور. مرتضى طبعا لقى فيه ان هو الامكانيات والولد بسم الله ما شاء الله ليه مستقبل متاح جدا ان هو ينافس احمد موسى عندنا هنا في مصر، فيلا هاتوه ونشغله عندنا في القناه. الراجل بصراحه بسم الله ما شاء الله كل الهبلات شغاله منه، لدرجه يا راجل ان هو طلع في الفيديو بتاعه عايز يقنع الناس ان الزمالك كان بيخسر عشان كان خاطر حسن حمدي كان بيدي للاهلي حقوق رعايه اكتر من الزمالك. طب في الوقت ده الزمالك كان بيعمل ايه؟ تجرؤ انك تقول ان مرتضى منصور وقتها كان بيتخانق مع اسماعيل سليم، ولا وقتها مرتضى منصور كان بيتخانق مع ممدوح عباس، ولا وقتها مرتضى منصور كان بيتخانق مع مين، والنادي ساعتها كان بيمسكه مين، ولا ده مش مسموح لك تتكلم فيه؟ طب اسمح لك بس انك تطلع تتكلم على كابتن محمود الخطيب. يا عم انا اشتريت ان انت طالع فيديو عشان تطلع ترند، بس انا مش مضطر ان انا اصدق الهطل اللي انت قلته. الناس اللي طالعه تقول لك اصله بيعمل واصله بيسوي والراجل بيدافع عن الزمالك، يا عم الراجل ما بيدافعش عن الزمالك، الراجل بيدافع عن المكان الوحيد اللي يرضى شغله. والله انا ما اعرفش، والله الزمالك هو المأوى الوحيد لاي واحد دلوقتي بيعرض لمرتضى منصور حلو، والمأوى الوحيد لاي واحد بايع دماغه وبايع كل حاجه في حياته لمرتضى منصور عشان خاطر يشتغل في القناه، وطلع يقول لك ده انجاز، اللي هو الناس كلها عارفه ان قناه الزمالك خساره على النادي من مرتضى منصور والفضايح اللي بيعملها والحاجات الكوميديه اللي بيعملها هو كابتن طارق يحيى اللي بيتعمد يعمل غلطات عبيطه عشان خاطر يركب الترند. لا الناس كلها ناسيه الكلام ده، وطلع يقول لك الخطيب ومش الخطيب. طب واحمد شوبير وزارع بحفيظ، طب ما تقول انت التاني المرتضى منصور بيستغل النادي عشان خاطر مجلس الشعب والانتخابات اللي جايه، وبيستغل الناس علشان خاطر يكون ليه ظهير شعبي قوي يسنده لو اتقلب عليه، قول الكلام ده يا عمي. انما طلع تتكلم بص انا تعبت من الكلام في كوره في مصر، يعني في ناس كتيره بدات تصدق ان فيديو مرتضى منصور بفبرك، فانا مستني منك ايه؟ مستني منك انك تصدق واحد مختل زي ده، واحد كل فكرته ان انا اطلع عريان عشان اقلد وائل غنيم. يا حبيبي طب وائل غنيم كان ايكون يا بابا وراجل فيه ثوره وراجل كان ليه موقف، انما انت مين؟ انت لعيب اساسا محدش يعرف عنك غير طراساتك المرتضى. انا تعبت والله في كوره مصر، انا تعبت في كوره مصر والله، سيبك من اهلاوي وزم، انا تعبت من الناس اللي موجوده دلوقتي، الناس اللي موجوده دلوقتي بتخلينا نضغط على اعصابنا، نضغط على اعصابنا، نضغط على اعصابنا، ويلا يا جماعه قدموا لنا المنتج اللي انتوا قاعدين تتخانقوا عليه، منتج زي الزفت ومنتج خرا، يبقى ليه بقى بنتخانق على كل الهطل ده؟ عشان فينا بص يا معلم اسامه حسن اتفه بكتير قوي من حد يتكلم عليه، لان هو راجل بسم الله ما شاء الله شايف ان هو لازم يوصل الترند باي كلام شاذ يقوله، فغير كده يا اسطى هقول لك ايه؟ الله المستعان ويصبرنا على اللي احنا بنشوفه في مصر.